أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة المروية في سفينة البحار للشيخ عباس القمي عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رجل من أهل قم ينهض وينهض معه رجال لهم قلوب كزبر الحديد لا يملون من الحرب، يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبون الحق فلا يعطونه، فيقاتلون وعلى الله يتوكلون وينتصرون. صدق سيدنا ومولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عظم الله أجورنا وأجوركم برحيل إمام الأمة الإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية بصفاتها وخصائصها تنطبق على الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران، والذي أسس الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران. ونحن نعيش ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله عليه، لابد أن نتأمل في أبرز خصائصه. السيد الإمام رضوان الله عليه تميز بعدة خصائص. أولى الخصائص البصيرة، كان يمتلك بصيرة فائقة، كان يمتلك فراسة حاذقة. في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. سيد الإمام رضوان الله عليه من مميزاته الفراسة البصيرة في الدين والدنيا. في الرواية: من أخلص لله 40 صباحا أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وهذا الرجل حياته كلها إخلاص في إخلاص، أخلص لله عز وجل، فرأينا هذه الثمار. يلتفت السيد الإمام الخامنئي حفظه الله إلى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، قال له: سيدنا الجليل، منذ متى فكرتم أن تقيموا دولة؟ فابتسم السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وهذا الحديث مدون في كتاب حديث الشمس، كلمات الإمام الخامنئي في حق الإمام الخميني، قال له: لا أتذكر متى، ولكني عاهدت الله أن أعمل بتكليفي، فكان تكليفي يقتضي أن أتكلم في يوم من الأيام على الشاه، أتكلم على الشاه، كان تكليفي يقتضي أن أقوم بموقف، أقوم بموقف، ألقي كلمة، وإذا بالدولة قد تكونت وتأسست. إذن الخصيصة الأولى من خصائص الإمام الخميني العظيم البصيرة والفراسة. الخصيصة الثانية المواظبة على الصلاة في أول وقتها. تقول بنت الإمام الخميني الدكتورة زهراء مصطفوي: دنوت من الإمام الخميني في آخر لحظات عمره وهو على سرير المستشفى قبل أن تخرج روحه المباركة. سألته عدة أسئلة فقهية عن طلوع عن صلاة الفجر في الليالي المقمرة وبعض الأسئلة، ثم بعد أن أنهيت أسئلتي قال لنا: اخرجوا. تقول: أنا خرجت والتفت إليه فوجدته يتمتم وكأنه كان يصلي،
ثم بعد لحظات خرجت روحه الزكية. إلى آخر اللحظات كان مواظبا على الصلاة وعلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا درس كبير لنا في المحافظة على الصلوات في أوقاتها. الخصيصة الثالثة الدقة في الوقت. كان دقيقا في الوقت لدرجة أنه كان الطلبة يعدلوا ساعاتهم على توقيت دخول السيد الإمام إلى الدرس. كان يدرس الساعة الثالثة ظهرا، عند فتحة الباب يعدلون ساعاتهم على فتحة السيد الإمام إلى دقيق جدا. الأمر الرابع والخصيصة الرابعة نظم الوقت. كان منظما جدا. مثلا حينما كان في النجف الأشرف مبعدا، كان ليلية يزور أمير المؤمنين سلام الله عليه بالزيارة الجامعة، يذهب الساعة كذا ويرجع الساعة كذا، مضبوط جدا يعني منظم بالثانية. والخصيصة الخامسة والأخيرة التي أختم بها وهي الشجاعة. رجل شجاع يقول لم أذق طعم الخوف، أصلا لا أعرف معنى الخوف، لم أستشعر الخوف في حياتي. وهذه خصيصة غريبة يعني لا يخاف. يقول الإمام الخامنئي، يقول في إحدى الاجتماعات كنا جالسين مع الإمام الخميني، انتهى الاجتماع وخرجنا، يقول مشيت خطوات فناداني الإمام الخميني، يقول رجعت إليه، نعم سيدنا. قال الإمام الخميني، أنتم تخافون من أمريكا؟ فقال له الإمام الخامنئي، نحن لا نخاف من أمريكا. قال إذن اذهبوا. كان يريد أن يرى نفسية القوم الذين يعملون معه، هل يعملون وهم على خوف وهم على وجل، أم بكل بساطة وشجاعة. السيد الإمام كان لا يخاف، رجل شجاع، ولذلك استطاع تحقيق الانتصار وفاز وانتصر دنيا وآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسير على هداه. وأكبر صدقة للإمام الخميني، الجمهورية الإسلامية في إيران التي ترعى المستضعفين والمحرومين في العالم. والسيد الإمام لا تختصر شخصيته على الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية بعض ثمرات حياته. السيد الإمام له أبعاد كثيرة، له أبعاد فقهية، فلسفية، عرفانية، أدبية. واحدة من هذه الثمار هي الثمرة السياسية المتمثلة بتكوين وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلا هذا الرجل العظيم، أختمها بخاطرة. حدثني سماحة الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله عن العارف الكبير سماحة آية الله السيد عبد الكريم الحائري، السيد عبد الكريم الكشميري. السيد الكشميري من العرفاء الكبار. السيد عبد الكريم الكشميري حينما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وكان في قم، استدعاه الإمام الخميني إلى طهران. العارف يعرف العارف. يقول دخلت عليه فقال الشيخ حبيب الكاظمي للسيد عبد الكريم الكشميري، كيف وجدت الإمام الخميني؟ قال وجدته يسبح في عالمه ومن حوله لا يدركون كنهه. هذا رجل عظيم، هو في منظومته وفي عالمه العرفاني، ومن حوله لا يدركون كنهه. هذا رجل عظيم، عاش مع الله تبارك وتعالى وختم حياته بالسعادة، وقد وفى للشعب الإيراني والأمة الإسلامية، وقد وفى له الشعب الإيراني والأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل
أن يحسن عواقب أمورنا وخواتيم أعمالنا، وأن يوفقنا للسير على نهج إمامنا الخميني العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.